احنا ما بقينا فهمنا حتى شي حاجه الملعب ديالنا حنا راه واجد اللي شاف اللي شاف المقابله ديال ديال واد زم مع مع الوداد البيضاوي يشوف الملعب ديال واد زم ويشوف الملعب ديال الحسن الثاني يقول ما فهمنا والو في هذا الشيء هذا من هذاك الملعب كتلعب فيه مقابله ديال القسم الوطني الاول الحسن الثاني ما تلعبش فيه الكره لا اله الا الله محمد رسول الله <applause> الوالي سولهم قول لهم شنو السبب حنا راسنا ما عرفنا شنو السبب <applause> حنا ما بقاش ما اكثر ان الرئيس كنشكروه من هذا المنبر ديالكم ان من ماله الخاص كمل الاشغال ديال المغرب الرياضي ديال ديال الملعب الحسن الثاني وما شفنا والو الملعب راه جوهره كما كيقولوا جوهر اليوم وحنا ما لاعبين شايف يحارب ومستهدف بلا ما تقول يحارب ومستهدف لان لما كتشوف حكام كيجيو كي في هذا الشكل ويحلفوك لا ربحتي كاع واخا ما شنو دير كاع يلاه لعب كره قتل تلعب العام الجاي والله لا ربحتي حشومه وعار هذا هذا شي راه ولا المنكر ان شاء الله في هذه السيمانه هذه نورمالمون سيرو مساليو نهار الاربعاء باش المقابله ديال السبت ولا الاحد تلعب في مدينه فاس ان شاء الله تنتمنى بان السلطات تكون تاهي بجنب فريق مغرب فاسي لان فاس محتاجه فريق مغرب فاسي